لفريق طلائع الجيش النجم الكابتن محمد يوسف. كابتن يوسف ازيك، منور الدنيا كلها. اهلا اهلا كابتن هاني، مساء الخير عليك مساء وعلى كل الفل، جماهيرك ومشاهدينك حبيبي. اخبارك ايه يا كابتن؟ كويس الحمد لله، تمام الحمد لله. الحمد لله. شايف ازاي الاداء الفريق معاك بعد توالي الجولات، بعد تقريبا ممكن نقول شهر من توليك المسؤولية يا كابتن يوسف، او شهرين يعني؟ والله طبعا احنا يعني يمكن انا سمعتك في المقدمة بتتكلم على ترتيب طلائع الجيش. احنا مشينا او ماشيين بمعدلات نقدر نقول متوسطة، ما هيش سيئة ولا هي ممتازة يعني. طبعا انت عارف الدوري قوي وكل المباريات يمكن فيها نتائج مفاجآت كبيرة جدا مع فرق كبيرة. يمكن كانت الصعوبة في البداية بالنسبة لنا احنا كطلائع الجيش او بالنسبة للتولية المسؤولية، دخلت على ماتشات تقيلة يعني، دخلت في اهلي، في زمالك، في مصري، في محلة، في المحلة، والمحلة طبعا كانت في بداياته ويمكن قبل ما يخسر عدد ماتشات الأخيرة كان في الأول في بداياته، فكان برضو ترتيبه وبدايته مع بابا كاتيليو كانت بداية قوية جدا. ثم بعد ذلك قدرنا نلم نقاط من فوزنا على المصري، ثم فوزنا على البنك الاهلي، تعادلنا مع فيوتشر، تعادلنا مع فاركو. في النهايه عايز اقول لحد بقى الجولتين الاخيرتين دول اللي كانت نتائج اكيد خسرنا من المقاولين على ملعبنا، وخسرنا ماتش السموحه. حتى برضو قبل كده كان بنعاني شويه من بعض الاخطاء الفرديه، ودي بتحدث طبعا في كل الفرق. بيدفع طبعا تكلفتها او بيدفع ثمنها الفريق كله، لكن في النهايه احنا بنمتلك لاعبين جيدين، لاعبين بيبذلوا مجهود واحنا بنبذل معاهم مجهود وبنحفظهم وبنشتغل معاهم. وزي ما انا بقول يعني كل الفرق بتسعى لان هي تاخد كل النقاط لكل المباراه. زي ما انت شايف او انت متابع اكيد في الجدول، هتبص تلاقي ان فرق ما بين مثلا احنا 13 نقطه يعني ترتيبنا ال 13، هتبص تلاقي الثلاث فرق بنفس الرصيد. مظبوط، يعني 13 و12 و11 احنا وفاركو وسموحه بنفس الرصيد. مباراه واحده ترفعك تدخلك تاسع وثامن لو انت بصيت في الجدول. فطبعا كل مباراه مهمه. انا شايف ان يعني كل الفرق بتسعى ليه حتى انها تدعم صفوفها. احنا بالنسبه لنا يعني استعنا او تعاقدنا وضمينا احمد مسعود في حراسه المرمى، محمد شعبان في حراسه المرمى، تعاقدنا مع فريد شوقي في حته مركز سته. اعاره فريد مش كده؟ اعاره. والنهارده انضم لنا محمود وادي مظبوط في مركز راس حربه. فطبعا كل الحاجات دي تدعيمات اكيد طبعا هتؤتي بثمارها الفتره الجايه وهتساعد اللي موجودين. ده مش معناه ان الموجودين اقل من مستوى، أكيد. بالعكس لعيبه مميزه، لكن انت عارف الدوري مضغوط. يمكن انا الفتره اللي فاتت دي بلعب ثلاث ماتشات في 7 ايام. دي طبعا حاجه مش سهل على فرق بتلعب. مثلا احنا لعبنا في فاركو في اسكندريه ورجعنا لعبنا بالمقاولين، لعبنا حد اربع حد اربع. فطبعا ثلاث ماتشات في 7 ايام فيهم سفريتين اسكندريه رايح جاي. انا شايف كل ده لازم يتوزع على مجموعه لعيبه اكبر من كده. فطبعا دي كلها هتدينا فرصه ان احنا نقدر نعمل روتيشن ونقدر ندخل دم جديد يعني الفتره الجايه. بمناسبه انضمام محمود وادي، محمود وادي مهاجم يعني عنده مواصفات مهاجم قويه، ولكن كان الفتره اللي فاتت بعيد تماما عن المشاركه مع بيراميدز. في الوقت اللي انت كفريق كطلائع الجيش كان واضح ان المركز ده فيه عجز، ما عندكش غير خالد قمر